المواطنون والمواطنات الأعزاء في مدينة بيت لحم، يمكنكم الآن تقديم طلباتكم لكافة خدمات البلدية من منازلكم وأينما تواجدتم، ومتابعة سيرها مباشرة دون الحاجة لمراجعة البلدية، بالإضافة لتقديم الشكاوى والملاحظات والاستعلام عن الرسوم والضرائب عبر البوابة الإلكترونية لبلدية بيت لحم. يتم الدخول إلى البوابة الإلكترونية من خلال زيارة موقع البلدية www.beitlahm-city.org. لتسجيل الدخول في المرة الأولى يرجى الضغط على تسجيل وتعبئة رقم الهوية ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني إذا توفر في الخانات المخصصة لها، ويتوجب أن تكون هذه المعلومات مطابقة لسجلات البلدية. في حال كانت المعلومات مطابقة، ستصل رسالة على الهاتف المحمول تؤكد نجاح التسجيل وتتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور. في حال عدم مطابقة المعلومات، يطلب إرسال صورة عن الهوية الشخصية ورقم الهاتف الجوال على البريد الإلكتروني csc@beitlahm-city.org، وسيتم تحديث المعلومات في سجلات البلدية، ويمكن إعادة التسجيل وفقاً للمعلومات الجديدة بعد مرور 24 ساعة. بعد عملية الدخول بنجاح، يتطلب تغيير كلمة المرور على أن تزيد الكلمة الجديدة عن 6 خانات وفيها أحرف كبيرة وصغيرة وأرقام. لتقديم شكوى أو مقترح، يمكنكم الدخول إلى خانة الشكاوى وتعبئة جميع الخانات المطلوبة والضغط على إرسال. أما خانة الرسوم فتبين تفاصيل رسوم النفايات والحرف والصناعات وضريبة المعارف المطلوبة. لتقديم طلب لخدمة معينة، توجه عزيزي المواطن إلى قائمة الخدمات الإلكترونية، وهي خدمات متعلقة بالشوارع والطرق، خدمات الإنارة، خدمات الصحة والبيئة، ضريبة النفايات، خدمات إدارية، خدمات الأبنية، خدمات الدائرة المالية. ومن ثم اختر تصنيف الخدمة حسب نوع الطلب. ستظهر حينها قائمة الطلبات التي يمكن تقديمها. بعد تعبئة النموذج مع الأخذ بعين الاعتبار تعبئة جميع الخانات الحمراء الرئيسية المطلوبة، اضغط على إرسال. سيصبح طلبك للخدمة مسجل على النظام وقيد المراجعة من قبل البلدية، ويمكن متابعته من خلال خانة طلباتي. يمكنك استكشاف البوابة بشكل موسع، مع العلم أن أبواب البلدية مفتوحة لكم دوماً. لمزيد من المعلومات، الاتصال على الرقم 274-13-24، الرقم الداخلي 108.